عندنا فطاير كده، فطاير في الطاسه هتبقى بدقيق الشوفان. يلا بينا. محتاجين ايه؟ محتاجين بيضه، نص كوب من الحليب، 2 معلقه كبيره من الزبادي، 3 معلقه كبيره دقيق الشوفان. محتاجه جزره مبشوره، بقدونس مفروم، زيتون اسود، زيتون اخضر مفروم، ملح وفلفل اسود. نحط بقى في الخلاط. ادي دقيق الشوفان، ادي اللبن، طبعا نقدر نستخدم اي نوع لبن احنا بنحبه، بدلي باللبن النباتي اللي انت عايزاه. الزبادي لطيف جدا في الوصفه دي. وهحط الجزر كده. نعم حاضر. انا بس حاسه ان كميه الجزر كبيره شويه، فمش عايزاه ينزل ميه بالزياده، فمش هزود. خلينا نحط الجزر قليل شويه وبعدين نشوف اذا حابين نزود. احط الخضار كله في الاخر. عايزه احط شويه ملح ورشه من الفلفل الاسود. تعالوا نقلب كده تقليبة ونبص نشوف ايه الأخبار. بسم الله خير. ثانية واحدة. أنا اللي انتصرت على الخلاط. قوية جدا، قوية جدا، خلاط قوي جدا. نقلب كده ونشوف القوام اخباره ايه. انا شايفه ان القوام خفيف جدا. لا محتاج لسه شويه دقيق. لا انا هاخد من الدقيق اللي هنا. دقيق حبه كامله، دقيق شوفان، زي ما تحبوا. المهم نوصل لقوام يكون تقيل شويه. هو طبعا انواع الدقيق دي سواء الحبه الكامله او الشوفان بيكون محتاج وقت وبيتقل معانا، بس بيتشرب يعني بعد شويه. هنعمل كده. حاضر. يستحسن ان احنا نسيبه شويه يتقل، واحنا بنشتغل كل شويه تقلبي. يعني بصي مثلا القوام كده، القوام كده تمام جدا اوكي، لكن كمان شويه هيتقل معانا لانه الدقيق الحبه الكامله ودقيق الشوفان بياخد ميه ازيد من الدقيق العادي. نحط الزيتون. بقدونس. بصوا الموضوع مع التقليب بيوصل ان هو عامل ازاي اهو. طاسة ما بتلزقش، نمسحها كده بشوية زيت علشان ما فيش أي حاجة تلزق فيها. وناخد الخليط بتاعنا وناخد المغرفة وننزل بالخلطة بتاعتنا ونبتدي إيه نعمل الفطاير بتاعتنا. نجيب سباتولا. الحمد لله يرحمنا ارحمكم. نوسع كده لحد ما
من تحت الاقيها مسكت نفسها واقلبها على طول. اهدي بس النار واسيبها تمسك نفسها خالص وبعدين اقلبها على وشها الناحيه، قلبناها على وشها الناحيه الثانيه وطلعت معانا كده. عايزين بقى تسموها نوع عيش، نوع فطير، نوع كراب، المهم انه قطعه خبز مثلا فيها دقيق صحي، فيها خضار ولطيفه جدا ومشبعه جدا جدا جدا. تعالوا كده ايه بالراحه بس وانتوا بتحاولوا تقلبوه على قد ما تقدروا علشان يطلع معاكم مظبوط كده. قلبناه وتعالوا بقى نحط دي هنا كده. ادي العيش بتاعنا، ما بنقلبش الا واحنا مطمنين تماما. اوعي تقلبي بدري، انه من فوق ابتدى يبقى خلاص تقريبا نشف كل الحاجات الشويه الليكويد دي، السوائل دي، وبعد كده نقلب. لما بنقلب بيكون الناحيه الثانيه ما بياخدش وقت خالص 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 زي ما احنا شايفين كده، ونقدر بقى ناكله بقى جبنه قريش، حته جبنه ثلاجه، اي حاجه هتبقى زي الفل. يلا بينا ناخده بقى ونحطه برضو على الناحيه دي، تطلع معانا قطعه لذيذه كده شبه الاومليت، فطار صحي ولذيذ جدا.